الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ففي مثل غد السابعة عشر من رمضان حدثت غزوة بدر الكبرى. وقعت غزوة بدر الكبرى وتسمى يوم الفرقان، يوم الجمعان، أول معركة إسلامية ضد الشرك والمشركين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول معركة وقعت في التاريخ البشرية باسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الغزوة أنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنورة، تركوا أموالهم وديارهم وأخذها المشركون واستولوا عليها، فلا بد من استردادها وردها. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقافلة راجعة قادمة من الشام، قافلة للمشركين محملة بالحبوب والأثوبة. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد حقوق المسلمين فأعلمهم بذلك، فخرج من خرج من المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتراض هذه القافلة، وكان عددهم لا يفوق 310 رجلا. فخرج المسلمون في اتجاه بدر، وأبو سفيان علم بترصد المسلمين للقافلة فغير وجهتها واستغاث بالمشركين بمكة، وجاءوا بجيش قوي لإنقاذ قافلتهم التجارية. وعلموا فيما بعد أن القافلة قد نجت
وطلب بعضهم بالرجوع، أما أبو جهل رأس الكفر رأس الجهل والجاهلية فقال لن يكون ذلك، لا بد أن تسمع عنا العرب وأن نلقن درسا لمحمد وأصحابه لن ينسوه أبدا، بل وسنعمل على استئصال شأفة المسلمين حتى لا تبقى لكلمة التوحيد أثر في الجزيرة العربية. ويؤيده في ذلك الشيطان رأس الكفر والمشركين. والمسلمون ما قصدوا الحرب، وإنما قصدوا القافلة، لكن المسلم طائع أبدا لله ورسوله، فقال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فقال الله لهم وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ففي تلك الليلة والرسول صلى الله عليه وسلم مهموم بأمر المسلمين، وقد استشار أصحابه في الأمر فقالوا سمعنا وأطعنا، سير يا رسول الله فإنا معك ونحن معك مقاتلون. فظل النبي صلى الله عليه وسلم وبات يدعو ربه بأن ينصر هذه الفئة القلة من المؤمنين. وفي الصباح مع أن الصحابة والمسلمين باتوا في أمن وأمان ألقى الله عليهم النعاس، إذا كنت مع الله كان الله معك، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة في الجنة وحرضهم على القتال وأوصاهم بأن يقفوا رجلا واحدا ضد المشركين وأهل الشرك، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا موحدة وأن لا يطلقوا السهام إلا إذا أمرهم بذلك. وبدأت المعركة والله يرعى هذه المعركة، فأرسل للصحابة جندا من الملائكة، هؤلاء الجنود من الملائكة يثبتون قلوب المؤمنين، والمشركون يشاهدون كثرة عدد المسلمين ذلك بالملائكة، وأن الشيطان وقف بجانب المشركين وقال لهم أنا معكم قاتل المسلمين. ولما رأى الملائكة تتنزل فإذا به يفر الشيطان، وأبو جهل يقول له أهنا يتخلى الصديق عن صديقه، أهنا تتخلى عنا وأنت تشجعنا؟ فقال له إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. رأى الملائكة يحرسون المسلمين، بل وشارك بعض الملائكة في قتال بعض المشركين،
واحتدم القتال، عدد قليل من المسلمين، 314 أو 15 أو 16 من المقاتلين من المسلمين، أما عدد المشركين فيفوق 1000، يفوق 1000. والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله أن ينصر المسلمين وهو في عريشه، وخرج من عريشه وأخذ حفنة من التراب ورمى بها وجوه المشركين، فما من مشرك إلا ودخله التراب، دخل عينه التراب. وأراد الله أن يبين للمسلمين أن رمية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هي الفاعلة والمؤثرة، وإنما الله هو الفاعل. مسألة عقيدة، لا تربط الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك الأحوال، اربطوه بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ففر المشركون وانتصر المسلمون، وقتل من المشركين 70 رجلا، وأسر من المشركين 70 رجلا، وحقق الله النصر المبين، وكانت الفرقان، وظهرت قوة المسلمين على أنها قوة يحسب لها حساب في المنطقة، في المنطقة والجزيرة العربية. وامتن الله على عباده فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي أنتم ضعاف، أنتم قلة، ومع ذلك نصركم الله. أيها المسلمون، درس يجب أن تأخذ به الأمة وأن نأخذ به، ففي ميزان الشرع لا اعتبار للعدد، لا اعتبار للعدة، إنه سبب فقط من الأسباب المعينة على النصر، أما السبب الفاعل والحقيقي هو الله جل شأنه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المسلمون 1.5 مليار، قوة لا يستهان بها، قوة عظيمة، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، لأنهم ابتعدوا عن الله، عن منهج الله، عن شرع الله، عن حكم الله، عن أمر الله، عن وحي الله، عن كتاب الله، عن سنة نبي الله، فلما تخلوا عن أمر الله تركهم الله لخلقه فيفعلون بهم ما يفعلون. أيترك الأمر الخلق للخلق؟ خصوصا إذا كان هؤلاء الخلق لا علاقة لهم بالله، لا يرحمون، لا يرحمون. وأنا أطالع اليوم في وسائل الأخبار أن قوة عظمى تعرض مشروعا في مجلس الأمن يندد بالفلسطينيين، وأنهم يشكلون خطرا ويهددون أمن إسرائيل، أولئك يقتلون المسلمين في كل دقيقة ويطلقون عليهم الصواريخ بل والأسلحة المحرمة، فإذا قدم مشروع لتنديدهم
وقفت الدول العظمى. لا 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 يجوز أن نندد إسرائيل ولا أن نندد الصهيونية، وإنما يجب أن نندد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الضعاف هم المنددون، الضعاف هم الذين يجب أن يحاربوا، يجب أن لا يكون لهم وجود في فلسطين، يجب أن يفرغوا من دولة فلسطين ويحل محلهم أولئك الصهاينة. هكذا وزن البشرية وميزان البشر حينما نفرغ ساحتنا من كلمة الله من وحي الله مع كثرة العدد لا قيمة لنا. فنسأل الله أن يرد بنا ردا جميلا، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ليعلم العالم أن الإسلام دين السلام بمفهومه الشرعي، دين التسامح بمفهومه الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأسرى الذين وقعوا في أيديه، في أيدي المسلمين وبأيدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 70. ماذا فعل بهم؟ قتلهم؟ لا. ضرب أعناقهم؟ لا. سجنهم؟ لا. اشترط عليهم لإطلاق سراحهم الفداء لتقوية اقتصاد المسلمين، الفداء. فمن عجز عن فداء نفسه فليعلم كل واحد، أي كل أسير، 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. يا مسلمون، في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقراءة والكتابة، في أحلك الأحوال يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، في حال اعتداء الآخرين علينا وعلى المسلمين يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة. فماذا تقول أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في أمن وأمان واستقرار، لا تقرأ، لا تطالع، لا تتعلم، لا تنتج، لا تفكر؟ ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سألك ماذا تقول لرب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأمره هذا أراد أن يفتح العقول بالعلم والمعرفة، يقول للناس نحن لا نريد الحروب تفرض علينا، نحن لا نريد إذاية الناس يفرض علينا للدفاع عن أنفسنا، ولكن نريد القراءة والكتابة، نريد العلم، نريد النور. هكذا يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم دروسا للبشرية، دروسا للبشرية كيف تكون وماذا يجب أن تكون وعلى الحال الذي تكون عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم اصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من